انتشر مقطع عن الأذكار إما أن يكون بعد بعدد معين وارد في السنة أو مطلق. يقول الشيخ إذا حدد عدد غير وارد من السنة فيدخل بالتعامل مع الجن. لا لا، ما في تعامل مع الجن، لكن الأذكار على نوعين، في الذكر المقيد وفي الذكر المطلق. الذكر المقيد الذي جاء فيه النص، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، من قالها 100 مرة، وهكذا. هذا ذكر مقيد. طبعا أذكار الصلاة وأذكار النوم أيضا مقيدة بعدد معين، أذكار الصباح أذكار المساء مقيدة بعدد معين، هذه أذكار مقيدة. وهناك أذكار مطلقة غير مقيدة، فاذكروني أذكركم، أعني على نفسك بكثرة السجود، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا غير مقيد مفتوح، أذكر كما شئت سواء بعدد أو بدون عدد، يعني عددت هذه أو لم تعدها، هذا ذكر مطلق يسمى، كله لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولكن لا يقيد مثل ما قلنا قبل قليل، إن 40 مرة تقول كذا، 30 مرة تقول كذا، وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح تقييده، وهو لم يثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه.